بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هنتعرف على الكليم ديجر. كليم ديجر هي فانكشن، او ممكن نقول ان هي تول من التولز بتاعت البريمافيرا. فايدتها ان هي ممكن تقارن بين الجداول الزمنيه وبعضها، بمعنى ان انا لو عندي مثلا جدول وكان اتعمل له ابديت، وبعد كده عايز اعمل مقارنه ما بين الابديت ده والابديت اللي بعده عشان اشوف تغير نسب الانجاز، هل اختلفت، هل اتلعب في العلاقات او شيء زي كده ولا لا، فبقدر ان انا من خلال الكليم ديجر ان انا اعمل حاجه زي كده. طيب، ده عندنا جدول زمني بسيط عباره عن 3 انشطه اي بي سي، وكل نشاط له علاقه فينش تو ستارت مع النشاط اللي بعده. هنبدا كده ان احنا نعمل كوبي للمشروع ده، بان انا هقفل الاول كله كلوز اول، وهطلع على البروجيكتس، وهاجي عند البروجكت نفسه اللي هو كليم ديجر اكزامبل، وهاخد كوبي وهعمل له بيست. هلاقي عمل مشروع تاني بنفس الاسم في نفس الانتربرايز او في نفس النود، خلينا نسميه مثلا ابديت 1. لنفرض مثلا ان المقاول اخذ المشروع وعمل عليه ابديت وجابه لي، وانا عملت له امبورت بالاسم ده ابديت 1، وقبل ما يجيبه لي مثلا كان المقاول اشتغل عليه عمل ابديت معين، وليكن مثلا ان احنا هنعمل ابديت في نسب الانجاز. الاول هنقول له النشاط ده ستارتد وفينش، بدا وانتهى، بس انتهى متاخر شويه يوم 8 اكتوبر، والنشاط الثاني بدأ يوم 9 أكتوبر وخلص منه مثلا 25%، والنشاط اللي بعده لسه ما بدأش، وعمل F9 وبدأ ان هو يقول السكادجولينج بتاريخ 11 أكتوبر مثلا، وعمل سكادجول وانتقل الداتا ديت ل 11 اكتوبر، وبين موقف البروجكت قدامنا مقارنه ايه بالبيز لاين بتاعه. طيب، نقول دلوقتي ان المقاول اخد المشروع ده واعطاه لي، وانا عملت له امبورت ودخلت على البروجكتس وفتحت الابديت ده بعد ما عملت له امبورت، وعايز اعمل مقارنة ما بين الاثنين. عملت له امبورت وعندي دلوقتي المشروعين، المشروع القديم والمشروع الابديت. هبدأ اروح لتولز واختار منها كليم ديجر. هيفتح معايا دايلوج بوكس، بيطلع لي الدايلوج بوكس ده موجود في سيلكت ريفايزد بروجكت وسيلكت اوريجينال بروجكت اور بيز لاين. فهبدأ اختار الريفايزد بان انا هدوس هنا، هيفتح لي النودز بتاعت الاي بي اس، وهوصل لمكان المشروع. هو الابديت ان ده ريفايزد. نيجي بقى نختار الاوريجينال بروجكت اور بيز لاين، هضغط على الزرار ده واوصل للمكان بتاع الاوريجينال بروجكت، وطبعا كان في نفس المكان. اللي هو الاكزامبل نفسه، واقول له اوكي، وابدا اضغط على ادفانسد عشان اشوف انا عايز اقارن ايه. ممكن اختار كل الداتا، بس انا تسهيلا شويه عشان المعلومات تبقى واضحه هقول له الادد والديليتد اكتيفيتيز لو في اكتيفيتيز اتضافت، و خلينا نشوف الكوست واليونتس والديوريشن والبيرسنت كومبليت والكونسترين والريليشن شيب، واقول له اوكي دي تبقى اوجه المقارنه، وابدا ادوس زرار كومبير عشان يبدا يقارن. هيقول لي ذا فايل اكزيست باعتبار ان هو بيطلع لي في فايل اسمه 12، كان ممكن ان انا اغيره او ان انا اقول له يس مفيش مشاكل.
طلع لي رسالة إن هو اتسيف خلاص في 12.html. أقول له أوكي، هيفتح معايا المشروع كده. فتحه لي في البراوزر، يعتبر إن هو HTML، وبيقول لي Project Differences Report Comparison Update 1 to Claim Digger Example، أسماء المشاريع Executed by Admin Date Wednesday October 1، اللي هو التاريخ بتاع تشغيل الكليم ديجر. وهنبدأ نشوف الديوريشن. بيقول لي الـ actual duration بالنسبة للـ activity A كانت 0 وبقت 48، 48 ساعة، اللي هي 48 على 8 تطلع 6. و الـ actual duration في النشاط B كانت 0 وبقت 8، اللي هو يوم واحد. طبعا لو رجعنا للبريمافيرا، وخلينا نفتح النشاط بتاع ابديت، المشروع بتاع ابديت 1، هنلاقي فعلا ان الاكشوال هنا 6، وفي المشروع في النشاط بي الاكشوال 1 ولسه ريميننج 4. نرجع تاني للتقرير، هلاقي برضو بيقارن لي الريميننج ديوريشن والات كومبليت ديوريشن، وبعد كده البيرسنت كومبليت. هلاقي في البيرسنت كومبليت بيتكلم الاول على الديوريشن بيرسنت كومبليت، وبعد كده الفيزيكال، وبعد كده اليونتس. نيجي مثلا في الديوريشن بيرسنت كومبليت، وهي اللي احنا كنا شغالين بيها، كانت 0% بقت 1، 1 اللي هو يقصد 100%، والنشاط بي كان 0 بقى 0.25 اللي هي 25%. بالنسبة للفيزيكال، الفيزيكال طبعا مش هيتغير لان احنا مغيرناهوش، الا بس لما النشاط يكتمل 100% ديوريشن، كنسبة انجاز ديوريشن، ساعتها بيحط ان الفيزيكال هي كمان 100%. فبالتالي الوحيد اللي اكتمل عندنا النشاط A، فهيقول النشاط A كانت الفيزيكال 0 والجديدة بقت 1 اللي هي 100%. أما بالنسبة للنشاط B، فعشان احنا شغالين يونت، شغالين ديوريشن مش شغالين فيزيكال، فهو لسه معتبرها ان هي 0%. بالنسبة لليونت نفس الحكاية بتاعت الفيزيكال، ان هي 0 بقت 1 اللي هي 100% يعني، للنشاط اللي اكتمل او انتهى. بقيه العناصر الثانيه، الاكتيفيتي كونسترينز ما فيهاش تغير، الاكتيفيتي كوست، يونتس، ادت اكتيفيتيز، ما فيش اكتيفيتيز المقاول زودها، ديليت اكتيفيتيز، ما فيش حاجه حذفها، ريليشن شيب، وهكذا. طيب تعالوا نقفل التقرير ده ونبدا نعمل تعديلات في الابديت الثاني. جه المقاول في الابديت الثاني وعمل شويه تعديلات. هنقول فايل كلوز اول، وهروح اخد كوبي ثانيه من الابديت ده، كوبي، بعد كده في نفس الاي بي اس هعمل له بيست، شامل كل شيء، وهسميه مثلا ابديت 3 او ابديت 2، ابديت 2. وهنقول ان المقاول فتح ابديت 2 ده وهو بيعمله، وبدأ يعمل شوية تحديثات، ان هو مثلا نقول زود اكتيفيتي سماه دي، والاكتيفيتي ده ربطه ممكن بعلاقة مع السي، فهنقول بريديسيسور له اساين، هنقول له سي، وفينش ستارت ميشن. وبعد كده قال ان النشاط ده مثلا خلص، الستاتس بتاعه ان هو فينيشد يوم 14 اكتوبر ماشي، والنشاط ده started، والنهارده مثلا خلص منه 20%، ونقول مثلا عمل بعد كده schedule بتاريخ 15 اكتوبر او 16 اكتوبر، نقول له select schedule. وبقى النشاط او بقى المشروع شكله بالشكل ده عند المقاول. وخلينا برضو نزود بعض الحاجات كده، ان المقاول مثلا قال ايه التاريخ ده انتهى، النشاط اللي هو ايه انتهى في 8 اكتوبر، فممكن يقول ان الاستشاري مش واخد باله ان هو متأخر، خلينا نقول ان هو 6 اكتوبر ويتسيف في الابديت ده، او 7 اكتوبر. وان النشاط اللي بعده ما بدأش متأخر، لا هو بدأ فعلا في 8 أكتوبر،
ويعمل سكادجول على 16 اكتوبر زي ما هو، والمقاول بعد ما خلص الكلام ده قام جاي عامل كلوز اول ويعمل لي اكسبورت، وانا خدت البروجكت وعملت له امبورت بالشكل ده وبقى عندي في الداتابيز باسم ابديت 2. هاجي اعمل كليم ديجر قبل ما افتحه، وهختار البروجكت اللي انا عايزه يتقارن، اللي هو المرة دي هيبقى الابديت التاني ابديت 2. اوكي، وهقارنه ب ابديت 1 اللي كان موجود. وهختار ابديت 1، ده كده هيقارن ابديت 1 بابديت 2، وهقول له اعمل كومبير. نتأكد بس من الادفانسد، انا مش عايز كل ده بقى. خلي الديتس تظهر معانا بقى، كوتش يونتس. طبعا انا ممكن اسيبهم كلهم، بس يعني شكل التقرير هيبقى كبير قوي، فخلينا بس ايه عشان نركز على الحاجات اللي احنا عارفين فعلا انها متغيره. لكن في العادي طبعا انا ايه هطلع كله، يعني هقول له كومبير، خلي الملف موجود، خلينا نغير اسمه 13 هيبدأ عملية الكومبير. هيظهر عندنا الريبورت مفتوح في البراوزر، وهلاقي طبعا الديتس في الاول. خلينا ندخل على الاكشوال، الاكشوال ستارت ديت هلاقيها متغيره للبي والسي. طبعا البي كان بادئ قبل كده، فايه اللي خلى البي يتغير الستارت بتاعه؟ هلاقي ان هو كان 9 غير الستارت وخليه بدري يومين، يعني يوم 7. ده كده في الاكشوال ستارت. خلينا نروح على الاكشوال فينيش برضو، هنلاقي ان في الاكشوال فينيش الاي اتغير والبي اتغير. طب الايه اللي يخلي الاكشوال فينيش يتغير؟ هو كان نشاطه منتهي، كان منتهي يوم 8 خلاه منتهي يوم 7، يبقى خلاه مبكر يوم 1. وهنا الاكشوال فينيش ما كانش فيه وبقى فيه، فدي ما فيهاش مشكله، كانت value not specified in the database. هنا ال value specified، فشيء طبيعي ان هو ايه حصل نهايه للنشاط بي فدخلت القيمه اللي هي 14 10. لكن ده اللي مش طبيعي، ان هو ازاي النشاط نفسه كان منتهي يوم 8 10 خلى النهايه بتاعته 7 10 عشان يخلي في الريكوردز بتاعته ان هو ما كانش متاخر في انهاء النشاط ده. طيب، ودي مقارنه للديوريشن. الاولد اكشوال ديوريشن النشاط ده كان 0 اللي هو النشاط الاخير سي، بقت الديوريشن بتاعته بقت 10، وهنا كان 48 بقت 40. في النشاط الاولاني شيء طبيعي لان هو كان لسه النشاط ما بداش فما فيهوش اكشوال ديوريشن. هنا الاكشوال ديوريشن كان واخد 48 يوم خلاه واخد 40، يعني بعد ما كان واخد 48 على 6 اللي هي 8 ساعات بقى واخد اقل من عدد الساعات ديت. هنا كان 8 بقى 54، ده عشان النشاط بي انتهى وخلصت بقية الأعمال اللي فيه. 8 ده لما كان لسه 20% و54 لما بقى 100%، فدي ما فيهاش مشكلة. طيب ال percent complete هنا كانت 0 بقت 20%، ده طبيعي، وال 25 بقى 100%. وهنا دي الفيزيكال، الحاجات اللي كانت 0 اللي هو النشاط بي كان 0 بقى 100%، وسي برضو زيه، او بي في اليونتس اللي هو كان منتهاش لسه بقى 0 وبقى 100%، كان 0 بقى 100%. وهنا بقى بيقول لي activities added or deleted. الاكتيفيتي دي ده added،
The following activities has been added to the project. وما فيش deleted. The following predecessor دي الجزء بتاع relationships. Relationships added or deleted. فعندي فيه فعلا added. Predecessor relationship have been added to the project. وكتب لي بقى relationship lag والrelationship type. والpredecessor بقى مع مين؟ بقى مع النشاط C. وفي علاقة تانية من C ل D بقى finish to start اللي هي نفس العلاقة بس المقلوب بتاعها. The following successor relationships have been added to the project. وكتب لي no changes have been reported in the following sections. The section detail deleted activities relationships deleted predecessor relationships deleted successor relationships. يعني في relation في adding لكن مفيش deletion.